مساء الخير يا كابتن. اهلا بيك يا عز. ازي حضرتك يا عز؟ اهلا بيك يا عز. الله يخليك. اهلا بيك يا عز. يعني حبينا كده يعني نسمع صوتك ونستعيد الايام الحلوه. والله انا سعيد يا عز ان اسمع صوتك. الله يخليك يا فندم. انك انت يعني من العصر اللي هو الواحد بيشكره بكل خير وبكل تقدير الحقيقه. الله يخليك يا فندم. اه والله يا عز. وانت عارف طبعا انك بالنسبه ليا انت المستشار الرسمي ليا في كل اموري. مش هنسى ده لان انا لا اثق في رايي. ايوه. الا رايك الحقيقه في حاجات كتير جدا. فدايما كده ربنا يخليك لينا ويديم المعروف دايما. شكرا. وانت عمله نادره يا عز. الله يخليك يا فندم. الله يخليك يا فندم. والله عمله نادره. وكنا عايزين كده اسال حضرتك سؤال لان كانت في فتره سقطت مني انا اللي هي فتره من 67 ل 71 72 انا كنت بعدت طبعا لان كنت ظابط فكنت بعدت عن النادي. ايوه. وكان في بدايه عصر السبعينات اللي انا مسكت فيه مدير كوره فكانت أيوة. البدايه عندك كانت معاك. ايوه. فياريت نسمع كده حاجه عنها كده والله ونذكر الناس بيها. هي الفتره اللي هي بعد النكسه هي الكوره ما كانش فيه كوره في مصر. ايوه. وبعدين انا يعني توليت الكوره سنه 68 وتوليت 67 اول وبعدين 68 رحت الكويت تاني وبعدين 68 توليت مره اخرى. وكان سكرتير الكوره معايا في هذه الفتره الراحل كابتن حسين مدكور. في هذه الفتره يعني التفكير كان في كره موقوفه سنتين ثلاثه الله اعلم هتبقى قد ايه. وفي نفس الوقت الجيل بتاع العصر الذهبي بتاع النادي الاهلي اللي اعطى الكثير وانت كنت منهم وكان رفعت الفناجيلي وسعيد ابو النور وطه اسماعيل وصالح سليم المجموعه الجميله دي هي وعادل هيكل وعوضين والمجموعه الحلوه قوي دي. فقلت الله. وبعدين فعملنا فرقه التلامذه. ايوه. بدانا فيها سنه 68 بالظبط ويمكن استبقيت الشربيني من الجيل الذهبي ده وغيرت مركزه من جناح ايسر الى ليبرو. أيوة. وبدانا فرقه التلامذه يمكن كان من افرادها رئيس النادي الحالي حسن حمدي. والمجموعه كلها بقى انور سلامه صلاح حسني محمود عبد الحي علي الحلو سمير حسن علي مصطفى سمير حسن. كان فيهم كمان عبد الحميد يا فندم مش كده؟ لا 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 ما كانش فيهم خالص. ما كانش لسه جه. لا لا ما كانش في المجموعه دي خالص. كان محمود رشدي وانور سلامه وصفا طب حليم وزي ما قلت لك هاني مصطفى وعبد حلو سمير حسن وحسن حمدي. انا بجيب من ورا الاول. ايوه. وكان موجود معاهم ابراهيم عبد الصمد محسن صالح. لا محسن ما كانش معاهم. ما كانش معاك في مصر. عبد العزيز عبد الشافي. كان عنده 16 سنه في هذه الفتره. وشوقي. وشوقي. دي المجموعه اللي هي كانت مجموعه التلامذه. كابتن عزت وهو الواحد بيسمع كده النجوم بتاعت زمان الكابتن محمد عبد الصالح الوحش وكان سياده الفريق الواحد بيرجع بالزمن كده بسرعه كده ايه الحلاوه اللي احنا كنا فيها دي يا كابتن؟ بيرجعك للزمن الجميل والنظافه. الزمن اللي احنا كنا فيه السلوك القوي الواحد والله العظيم الواحد انا من كلامك هي دروس مستفاده والناس تعرف الناس يعني دي كانت عامله ازاي. طيب انت لما اعتزلت كورة الإصابة هي اللي أجبرتك ولا أنت بقى قلت كفاية كده أنا تشبعت خلاص من كرة القدم المصرية؟ لا أنا زي ما قلت لك أنا 64 هي الإصابة اللي خلتني قلت هبطل وقعدت 5 أشهر في اليمن ورجعت ولعبت. لعبت. بس اللذيذة في الحتة دي لما رجعت كان علي زور هو اللي الله يرحمه كان ماسك النادي الأهلي بقى. المدير الكورة. فرحت قلت أنا جاهز ألعب. قال لي مالكش مكان لأن القايمة مقفولة. قفلت. اتمرن. فبقيت اتمرن معاهم فجالي اللي هو هاني عبد العال ورفيق المنفلوطي كلهم دول لعيبه في النادي الاهلي طبعا انا عارفهم كلهم كانوا عندهم دوره تصفيه الشرطه مع دمياط ومش عارف يعني فانا كنت زايد شويه في الوزن قلت له لا هلعب فين ما اقدرش العب كده المهم ضغطوا عليا لان كنا اصدقاء جامد فرحت لعبت معاهم حوالي 4-5 ماتشات ورجعت تاني النادي كملت بقى لغايه 67. هل 67 دي اللي اجبرت هي اللي بطلت طبعا نجوم كتيره قوي. بص يا مصطفى 67 دي كانت قاسيه جدا طبعا جدا طبعاً. وكان الواحد حاسس بالم وانا متذكر يعني تعرف كان زمان يقول لك ايه سبب النكسه الكوره وام كلثوم
ده اللي اتقال بعديها. اه ايوه صح صح. بس فروحت السلاح بتاعه قلت له انا عاوز اروح اي تشكيل. فودوني مدرسه المدفعيه بياخد كورس خفيف كده، والظباط اللي راجعه من النكسه وبتاع، وبتنزل القاده تختار الظباط. طبعا انا هم بيحكوا لي بعد كده الظباط المدرسه، فكل واحد يجي ياخدني ياخد نقيب، كنت نقيب قديم شويه. عز الدين سيد احمد علي ده اللي موجود في ابو رزي مش باينه. فيقولوا ده عزة ابو رزي بتاع الكوره. لا لا بس لغايه الله يرحمه بقى المشير ابو غزاله. انت كانت علاقتك بيه كويسه قوي جدا. اولا هو اهلاوي فوق ما تتخيل. انا عارف طبعا هتقول لي. لكن هو يعرفني كويس قوي قوي ان انا قعدت، احنا المدفعيه غير اي اسلحه. نطلع من الكليه الحربيه بتقعد المدرسه المدفعيه حوالي 11 شهر عدنا. بتبات، بتطلع خميس وجمعه بس بس. فكان هو بيدرس لنا. فعلى صله ومعرفه راجل. خدني. راجل جميل. وده كان حظي كويس، خدني. وكانت الفرقه الثالثه موجوده على الجبهه في منطقه ابو سلطان وسرابيوم والدكتور زوار. وكنت هناك مسكت رئيس عمليات كتيبه الميم ده بتاع الفرقه. فكان حظي كويس ان هو اللي كان نزل واختارني. كان في اعتزال ماتشات اعتزال زمان ولا ما كانش فيه يا كابتن؟ لا ما كانش. ما كانش فيه. كنت تحب ان تعمل لك ماتش اعتزال كتكريم ادبي؟ لا والله ما جاتش على فكره. ما جاتش فعلا. وبعدين لو كان فيه ففي ناس كانت يعني يعني نجوم اكتر. طيب احنا هنيجي هنا فتره اللي هي دخول الكليه الحربيه. فتره دخول الكليه الحربيه. انت كنت دخلت كلية حربية واعتزلت كرة ولا كنت لسه بتلعب؟ لا كنت بلعب. بتلعب. انا اخر انا 56 كان اول ماتش ليا في الدوري في مع النادي في الدوري الممتاز. طيب انت بعد ما خلصت كرة وبعد 67 اللي هي نهت على اجيال، وكان لعيب كانت الكرة من يعني كانت حاجة فوق الوصف، وبطلت لاعبين حاجة كانت تفرح يعني بصراحة. لكن لما قررت اعتزال، الواحد لما يجي مثلا متعود على مدار 11 سنه في النادي الاهلي وعندك اليوم بتاعك والتمرين بتاعك والماتشات والكلام ده، وداخل بقى في الدور بتاع النجوميه اللي هي موجودين. طيب انت بعد في الفتره دي انت كنت مخطط لنفسك ان هتشتغل ايه بعد ما تبطل كوره؟ شوف الفترة دي كان صعب جدا ان افكر في اي حاجة. ما كانتش في مخي خالص اطلاقا، لان القوات المسلحة كانت واخدة كل جهدي وتفكيري. يعني ما كانش في حاجة تقدر تخليك تفكر في اي حاجة. لكن هي جت بظروفها. بظروفها. بظروفها يعني. ما كنتش مخطط لنفسك. اطلاقا. يعني انا كنت فاكر كنت اخر في سبتمبر 73. كانت الفرقة رجعت المنطقة المركزية، وبعدين انا انتدبت كمدرس في الفنية العسكرية. نعم. و يعني بدي محاضراتي وشويه، وبعدين اروح مثلا ازور النادي الاهلي مره ولا اتنين في الاسبوع. فقابلت هناك بقى كابتن عبد الصالح الوحشي وكابتن صالح والجهري، هم اللي شدوني. يعني انت برضو القوات المسلحه كانت واخده كل اهتمامي، كل تفكيري، كل اهتمامي وتفكيري. هو ده اللي ما كانش فيه فكر في اي حاجه تاني خالص. مين اللي قال لك تعالى يا كابتن عزت انت هتمسك مدير كوره في النادي الاهلي؟ هو مش ما قالوش تعالى امسك مدير. لان كان صالح مدير كرة وكابتن كان مشرف على الكوره. مش لا 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 كان مدير كرة. ده سنه كام يا كابتن ده؟ هي كان 72 72 71 او اواخر 71 اواخر 71 لما كان مدير جه كابتن عبد الصالح من ليبيا. وكابتن عبد الصالح كان موجود والجهري بالظبط كده. دول ده هم اللي كانوا ماسكين الفرقه. احكي لنا بقى على الفتره دي يا كابتن. دي الفترة دي اللي عملت رجعت النادي الاهلي تاني لحد هذه اللحظة. الحقيقة بقى ان بعد ما هم اقنعوني ان انا اجي اساعد مع صالح ابقى مساعد لصالح فيها. ف 72 صالح دخل الانتخابات ونجح فاصبح ما يقدرش يبقى مدير كورة. فبقى عضو مجلس ادارة. بقى ايه اشراف، بقى مشرف. وانا مسكت يعني كنت انت بقى زي ما بتقال ايه كلمه يعني كمساعد للكابتن صالح. انا كنت مساعد ليه. مساعد ليه. بعدين هو بقى مشرف وانا مسكت مدير الكوره. مدير الكوره. بدات تعمل دمج بين، ودي كانت عمليه صعبه جدا. النادي الاهلي يقف على حلو لسه ناشئين طالعين وعنده لعيبه تانيين عايزين تعملوا تيم تحققوا بيه للنادي الاهلي الانجازات اللي هي كان النادي الاهلي متعود عليها. ايه الصعوبات اللي قابلتك في الاول يا كابتن؟ شوف قبل ما اكلمك على الصعوبات على الصعوبات يا مصطفى، انت هتمسك مأمورية مدير كوره
نعم. لازم تبقى متوفر عندك حاجتين زي ما قلت، العلم والخبرة، وانك تعد اعداد جيد للعمل اللي هتقوم بيه ده لنفسك بقى طبعا. اه فانا النهارده هبسك مدير كورة، مش حكاية لعيبة، ده انت هتتعامل مع مجلس إدارة، هتتعامل مع جهاز إداري للنادي وجهاز إداري للفريق، هتتعامل مع مدرب فني، هتتعامل مع اللعيبة، هتتعامل مع صحافة، لابد ان انا ابقى تتعامل مع لائحة انت عاملها. لا سيبك من اللائحة دي دلوقتي، فانت بتتعامل مع دول الاول، عاوز منهم ايه وهم عاوزين مني ايه، لازم استعد. طب العلاقة اللي كان بينك وبين مجلس الإدارة، هل انت حلقة الربط اللي بين الفريق ومجلس الإدارة؟ شوف يا مصطفى، انا هقول لك حاجة، اللي هو علي الزيور هو اللي خلى لمدير الكورة شكل طبعا ومضمون وعمل. قبل كده يعني مع احترامي ليهم كلهم كانوا ناس كويسين جدا. طب بس لكن قبل ما تتكلم على علي زور، احنا معانا تسجيل الكابتن علي زور، هنسمع الكابتن علي زور كان بيقول ايه وبيتكلم معاك ازاي، ونرجع نحلل الكلام تاني. ماشي. انا قاعد مستمتع وعارف ان الساده المشاهدين هيستمتعوا استمتاع غير عادي. الحمد لله.